مشركين متابعين على قاعة جوج ونعم You are now unmuted. You are now muted. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة الخامس لمستخدمي ويكيبيديا العربية في الجزائر. إذن في هذا اللقاء سنعمل على إدارة جلسة نقاشية في هذه الصبيحة في هذا اليوم، وهو مشروع للتثاقف وللتداول وللتواصل المعرفي وإسهام كذلك في تفعيل الوعي الجمعي العربي فيما يتعلق بإنتاج المعرفة وفيما له صلة بمساهمة في الركب الحضاري للمنتج الإنساني الكوني. في هذه الجلسة سنستهل أولى المداخلات التي ستكون من منطلق هذا النزوع نحو المؤتمر العربي الافتراضي، وبالتالي نظرا للأزمة أزمة الوباء التي اجتاحت كل العالم، ونظرا للتأثيرات والارتدادات التي كان لها تأثير على كل المجتمعات، أبينا أن نستهل أولى النقاشات فيما يتعلق بدور هذه المجتمع أو دور المجتمع الإلكتروني في المواكبة وفي النهوض بهذا المتغير وباللحاق بهذه التغيرات المتعلقة بالأزمة، أزمة الفيروس التاجي الجديد. وبالتالي ستكون لنا أولى المداخلات مع في ثنائية في عمل ثنائي يجمع بين مصعب بنات وحسام الدين التركي. فمرحبا بك سيدي بمداخلة موسومة بيانات كمرجع طبي وتقني لكوفيد 19، لك الكلمة. شكرا جزيلا على تنظيمكم الرائع والمتناسق. بداية أعرف بنفسي وبزميلي حسام الدين تركي. أنا مصعب بنات، طبيب بشري، تخرجت من الجامعة الهاشمية وويكيبيديا منذ العام 2013. طبعا بدأت مساهمتنا في ويكيبيديا في إثراء وتطوير المحتوى الطبي، وزميلي حسام الدين تركي هو أيضا خريج كلية الطب في جامعة صفاقس، وأحد الزملاء النشيطين في إثراء وتطوير المحتوى المتعلق باللغة العربية وبالذات في المجالات الطبية. بالطبع هذا المشروع هو مشروع مشترك ومشروع بحثي تشارك به عدة مؤسسات، وإن شاء الله في القادم سأنقل الكلمة للزميل حسام ليعرف بالمؤسسات المتداخلة معنا في هذا المشروع. أتمنى الزميل حسام الآن جاهز حتى يكون معنا. نبدأ في جامعة صفاقس، هي أول الجامعات المشاركة في هذا المشروع. طبعا إذا الزميل حسام ممكن أني أواصل حتى الزميل حسام يكون جاهز. جامعة صفاقس طبعا هي تتواجد في الجمهورية التونسية وتبعد بحوالي 270 كيلومتر عن العاصمة التونسية، وهي إحدى الجامعات التونسية. نعم أخي حسام، أنت جاهز إن شاء الله؟ إن شاء الله جاهز. نقول الكلمة للزميل حسام. طيب مرحبا بالجميع. في سلايد ولا I have to share my screen. التذكير مصعب وحسام ان نظرا
اشتغال تقني بدل ما تكون قصد استعمال البيانات من قبل أفضل. طيب كيف ممكن أشوف السلايدز؟ You are now muted. Option. Ape. Mentioned about sustain the new people to be in charge of this lifestyle. No. You are now unmuted. في اشكال سيد حسام؟ انا بشوف السلايدز تبعنا. You are now muted. طيب ممكن تكلمني من الشيء من السكرين شيرنج؟ نعم؟ ممكن نعمل سكرين شيرنج. You are now unmuted. نعم الفريق يقول أخ حسام ممكن أن تشارك العمل بتاعك انطلاقا من جهاز الحاسوب تبعي حسام الشاشة معنا. طيب كيف ممكن أقتسم الشاشة معكم؟ في أسفل الشاشة لديك زر على اليمين. زر على اليمين، إيه ده؟ ما ما عندي هذا. في ثلاث أزرار، زر الميكروفون وزر الويب كام. زر الخروج من المكالمة. لحظات حسام مع الفريق التقني لكي حسن يتم عرض الشاشة. أغتنم من الفرصة لأعتذر من كل السادة الحضور. أننا تعرضنا لهذا الخطب. You are now muted. سيد حسام لديك زر أزرق؟ جديد؟ لا. يا
هذا حب يسمونه برشلونة. اها في زر في زر هنا الغار على زر الزر زر الغار. تفضل اخ بسار. طيب هل يمكنكم مشاهدة الكمبيوتر الخاصة بي؟ نعم تفضل. You are now unmuted. سيدة الكرام نقوم أن نقدم المشروع البحثي والمجتمعي الذي قمنا به حول استعمال ويكي بيانات كمرجع طبي وتقني لكوفيد 19. يقدم هذا المشروع كلا من حسام الدين تركي ومصعب بنات. نستهل هذا التقديم بتعريف عام للمؤسسات المتدخلة والمشروع البحثي. جامعة صفاقس التي أنتمي إليها تتواجد في الجمهورية التونسية وتبعد حوالي 270 كيلومتر من تونس العاصمة. هي إحدى الجامعات الكبرى في تونس وتعتبر إحدى أهم البحث العلمي في إفريقيا في مجال علوم الحاسوب. وحدة البحث حول هندسة البيانات ودلالاتها هي وحدة بحث حديثة نشأة تتبع إداريا جامعة صفاقس. تختص في عدة جوانب من علوم الحاسوب بينها التطبيقات الدلالية، تحليل الشبكات الاجتماعية والمعلوماتية الطبية. من أهم إنجازاتها تطوير استعمال مشاريع ويكيميديا في تطبيقات ذكية لدعم رقمنة الخطابية، حيث أن أعضاء الوحدة يعتقدون جميعاً أن استعمال مشاريع ويكيميديا يمكن من زيادة ونقص تكلفة التطبيقات الذكية عموماً في الوطن العربي وخصوصاً في تونس. تمكن أعضاء الوحدة البحثية من نشر العديد من الأبحاث في مجلات علمية محكمة مرموقة. كما تبني الآن شراكة عضوية مع المجتمع الويكيميدي عبر التعاون مع ويكيميديا تونس. أمرر الآن الكلمة إلى السيد مصعب بنات للتحدث حول بقية المتدخلين ولتقديم المحيطة بتأسيس مشروع ويكي كوفيد 19. شكرا جزيلا زميل حسام. طبعا أحد الجهات الشريكة في هذا المشروع البحثي المشترك هي الجامعة الهاشمية في الأردن، وهي جامعة حكومية تأسست في العام 1995 وتقع في مدينة الزرقاء. كما تحمل الجامعة الترتيب 49 في المنطقة العربية حسب تصنيف كيو اس العالمي. ومن ميزات هذه الجامعة أنها قامت بشراكة أساسية مع مجتمع ويكيبيديا، فهي أدرجت برنامج ويكيبيديا للتعليم في خططها ومساقاتها في العديد من الكليات والتخصصات، أي في حوالي 18 كلية وتخصص. كما وجه الأساتذة في الجامعة الهاشمية طلبتهم إلى المساهمة في تطوير محتوى موسوعة ويكيبيديا العربية بالاستفادة من المقررات الدراسية الجامعية بعدة أساليب وطرق، اشتملت حث الطلبة على المشاركة في وضع واجباتهم الدراسية لتكون على شكل كتابة وترجمة مقالات على ويكيبيديا، وأيضا السعي لتعليم طلبة الجامعة مهارات القرن 21 مثل محو الأمية الإعلامية والكتابة وتطوير الأبحاث والتفكير الناقد. طبعا أيضا أسهم هذا العمل في سد الثغرات الموجودة في المحتوى بصورة عامة في موسوعة ويكيبيديا. كما أيضا قامت الجامعة بتقديم كافة أشكال الدعم لمؤسسة ويكيميديا في مجال التعليم منذ العام 2015، وتوجت هذه الجهود بصورة أكبر في نهاية العام 2018 عن طريق توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة خصص بموجبها ركن للجامعة في داخل مكتب ركن لويكيبيديا في داخل مكتبة الجامعة. وأيضا كان بموجب هذا الاتفاق أن هناك أدرج مشروع ويكي مصدر داخل كشاف البحث في الجامعة. وأيضا قمنا على استعمال مشاريع ويكيبيديا في تطبيقات ذكية لدعم رقمنة الخدمات في الدول العربية.
ايضا من الجهات الشريكه معنا هي مجموعه ويكيميديا الطب، وهي منظمه مواضيعيه تيماتيك اورجنايزيشن غير ربحيه، تاسست في العام 2012 وانا احد اعضاء مجلس ادارتها. نالت الاعتراف الرسمي في مؤسسه ويكيميديا بهدف تعزيز وتطوير وحضور المحتوى الطبي في مشاريع ويكيميديا المختلفه. تعمل المؤسسة على سبيل المثال إنشاء التعاونات مع الجامعات والمنظمات الأخرى بهدف زيادة الوصول إلى المحتوى الطبي بصورة عامة من أجل تطوير ويكيبيديا، بعد أن تم إدراج المجموعة في ولاية نيويورك وحصلت على إعفاءات ضريبية في الولايات المتحدة، أصبحت تعمل بنطاق عالمي ويسعى أعضائها إلى توفير المعلومات الطبية كاملة لجميع الأشخاص على اختلاف اللغات. مساهمات ويكيميديا الطب في المجتمع العربي. أسهمت المؤسسة في عدد من المجالات، من أبرزها أنها أطلقت مشروع لترجمة مقالات قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، وهي قائمة تشتمل على أهم الأدوية المستعملة تقريبا في كل نظام صحي في العالم. وهذا المشروع كان بالتعاون مع نادي المحتوى العربي في الجامعة الهاشمية، والذي أنجز حوالي 300 مقال مترجم عن أهم الأدوية في المجال الصحي. كما أيضا قامت المؤسسة على التعاون مع منظمة مترجمون بلا حدود بهدف تقديم المساعدة في ترجمة محتوى طبي دقيق. وعملت أيضا على الشراكة مع قناة خاصة بالمحتوى الطبي تدعى قناة أوسموسس في يوتيوب، وهم يقومون على إنتاج محتوى لتبسيط العلوم الطبية، فقمنا بأخذ الفيديوهات منهم ونشرها تحت رخصة حرة بعد تحصيل الإذن على النشر منهم، وترجمة هذه الفيديوهات إلى اللغة العربية. كما أطلقت المؤسسة تطبيق ويكيبيديا الطبية باللغة العربية، وهو تطبيق على متجر جوجل بلاي يمكن من خلاله الحصول على كافة مقالات ويكيبيديا المتعلقة بالطب والعلوم الطبية وبصورة يعني من غير استعمال الإنترنت، من غير الحاجة لاستعمال الإنترنت. كما أيضا قامت المؤسسة على إطلاق أداة خاصة بالترجمة داخل امتداد ويكيبيديا، تعمل على ترجمة المقالات الطبية بصورة خاصة وبحساسية للمصطلحات، حيث تستمد المصطلحات من عناوين مقالات ويكيبيديا المعتمدة، وبذلك تتحسن جودة الترجمة الطبية بصورة ملحوظة. المشروع البحثي المشترك طبعا حول تغطية ويكي بيانات للمعطيات حول جائحة كورونا، كان العمل بدأ في الجائحة في قبل الجائحة بسنة تقريبا. تم التطرق إلى سبل عرض المعلومات العلمية حول الجوائح بصورة عامة عبر تحليل التجارب السابقة بالذات مع وباء فيروس زيكا. عمل المشروع الإسهام في تطوير ودعم نموذج تنظيم المعطيات حول الجائحة في ويكي بيانات. كما حلل المشروع وبصيغة كمية وكيفية جودة المعطيات حول جائحة كورونا في ويكي بيانات. حاول المشروع دعم انخراط ويكي بيانات واشتراكها في تطبيقات عملية معلوماتية حول الجائحة. وعمل المشروع أيضا على إرساء منظومة للتثبت من صحة المعطيات حول جائحة كورونا، وتجدون في الصورة الجهات الشريكة. نتائج بصدد النشر، طبعا نحن عملنا خلال السنه والنصف الماضيه على نشر البحث في مجله علميه محكمه ومرموقه، هي تسمى سيمانتيك ويب جورنال، وكان بحثنا معنون بعنوان Representing COVID-19 Information in Collaborative Knowledge Graph The Case of Wikidata. مقدمه المشروع وكيف نشا مشروع ويكي COVID-19. طبعا أخذت جائحة كوفيد-19 بعدا عالميا في خلال بضعة أشهر من انطلاقها الفعلي من الصين، فأظهر عدم استعداد المنظومات الصحية تطورا في أعداد الإصابات والوفيات، مما أدى إلى انتشار دولي في جميع أنحاء العالم. طبعا المعطيات العلمية والميدانية حول الفيروس والمرض والجائحة كانت في ذلك الوقت غير متوفرة، وهذا الأمر ما دعانا إلى ضرورة توفير هذه المعلومات للعموم من خلال مشاريع ويكيبيديا. الدول النامية بشكل عام لا يمكنها توفير إمكانيات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالجائحة، وهذا ظاهر في الصورة أدناه في مؤشر التنمية البشرية العام 2020. فكما نلاحظ بالصورة مثلا على سبيل المثال الصومال مثلا والصحراء، هذه المنطقتين لا توجد فيها أي بيانات، في حين تتوزع البيانات بصورة متغايرة ما بين الدول في القارة الأفريقية، وهذا ما دعانا للاستفادة من 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 جهات عالمية مثل قواعد بيانات عالمية مختلفة، وبالذات من خلال ويكيداتا.
ويكي بيانات يمكن أن يتحول إلى قاعدة بيانات حول جائحة كورونا لأنه يمتلك كافة المؤهلات، فهي قاعدة بيانات متاحة مجانا للعموم ويمكن إثراؤها ومراجعتها بصفة مرنة، كما تحتوي على معلومات حول الدول والأعراض والأدوية، وكذلك الحال في على معلومات أيضا ليست متعلقة بصورة مباشرة بكورونا، والذي يمكننا من استعمالها لصياغة معطيات حول جوانب شتى للجائحة كالإحصائيات الوبائية لكل منطقة. تترتب المعطيات بشكل مهيكل كليا في ويكي بيانات وتكون معروضة بشكل ثلاثي ينبني على العنصر ثم الخاصية ثم القيمة. فعلى سبيل المثال في الصورة المجاورة العنصر هو كوفيد 19 والخاصية كما نراها هي التي تكون على العمود الأيسر، ثم يمينا لهذا العمود هو القيمة. تمكن طبعا الهيكلة التامة للمشروع من سهولة تعديل وإعادة استعمال المعطيات بشكل آلي، كما تمكن من سهولة إنشاء نماذج البيانات حول جائحة كورونا. شبكة محاري ويكي بيانات وربط المشروع بقواعد بيانات مفتوحة أخرى مكننا من إثراء المعطيات بصورة أسرع. مرت مراحل تكوين مشروع ويكي كوفيد 19 بعدد من المراحل في التسلسل الزمني التالي، فبداية من ديسمبر كانون الأول لعام 2019 وهو تزامن مع بدء الجائحة، ثم في يناير كانون الثاني من عام 2020 بدأنا بإنشاء عناصر على ويكي بيانات حول المرض والفيروس والجائحة. تلا ذلك في فبراير من ذات العام العمل على إضافة الإحصائيات الوبائية، وثم في مارس آذار من ذات العام إنشاء المشروع فعليا، وتلا ذلك في مايو أيار من نفس العام تأسيس نماذج المعطيات حول الجائحة في ويكي بيانات، ثم في يونيو حزيران من ذات العام بدأ تطوير تطبيقات لمعطيات ويكي بيانات، ثم تلا ذلك في يوليو تموز من ذات العام تطوير نظم لمراجعة المعطيات التي قمنا بإدخالها، ثم في آب أغسطس من العام 2020 بدأت كتابة الأبحاث العلمية، ثم في أيلول سبتمبر من ذات العام بدأنا بعمل ربط ويكي بيانات بمصادر خارجية للمعلومات، قواعد بيانات خارجية. ثم في يناير من العام الحالي 2021 نشرت أول ورقة بحثية لنا، وفي مارس من ذات العام شارك معنا 200 عضو في هذا المشروع، ثم في يوليو تموز من ذات العام تقدم المشروع في مؤتمر ويكيمانيا في السويد، وفي أكتوبر الحالي نحن الآن نقدم هذا المشروع في ويكي عربية الجزائر. نتائج المشروع بصفة عامة: طبيعة منظومة ويكي بيانات حول كوفيد 19 على النحو التالي. هناك عدة جوانب من الجائحة تم إدخالها إلى ويكي بيانات، على سبيل المثال الأمراض والأشخاص والمستحضرات الكيميائية، وشمل ذلك أيضا التجارب السريرية واللقاحات والعلاجات وأنواع التحاليل المخبرية وتطبيقات عرض المعطيات، إضافة إلى تطبيقات التتبع المجتمعي والجوائح المحلية والبروتينات والجينات والتداخل بين هذه وبين الأصناف والظواهر البيولوجية والاختصاصات الطبية المختلفة. عدة لغات معتمدة بفضل محاري ويكي بيانات وويكيبيديا، فاللغة العربية بصفة عامة إذا تحدثنا عن ويكيبيديا هي تحتل الترتيب 16، لكن إذا تحدثنا على وجه الخصوص فيما يخص تمثيل وكتابة الوصف باللغة العربية بما يخص جائحة كورونا على ويكي بيانات فتحتل اللغة العربية الترتيب 6. معطيات ويكي بيانات مرتبطة بقواعد بيانات خارجية، وكما يظهر بالشكل المجاور عناصر ويكي بيانات مرتبطة بمثيلاتها في قواعد بيانات خارجية مفتوحة، وهذا مكننا من إثراء ومراجعة المعطيات في ويكي بيانات بصفة آلية عبر مقارنتها بمصادر أخرى وعبر شبكة متحابكة من العلاقات والاتصالات ما بين هذه القواعد. نماذج معطيات ويكي بيانات تتشكل على حسب قوالب معدة لهذه الغاية، فعلى سبيل المثال كما نرى بالجدول أثناء هناك نموذج معطى ويأخذ قيمة Entity ورقم Entity خاص به، وهناك أيضا وصف لهذا النموذج كما نلاحظ في العمود الأخير، وأيضا مسمى لهذا النموذج واسم له كما نلاحظ في العمود الأوسط. أما بالنسبة لطرق التثبت وكيف مراجعة المعطيات حول الجائحة، فهذا الجزء إن شاء الله سيحدثنا عنه الزميل حسان تركي، وأنقل الكلمة إليه. مشكورا. شكرا جزيلا لك. عندما نتحدث عن طرق التثبت هناك ثلاثة آليات تمكن من ذلك.
أولاً هناك قواعد منطقية، ثانياً عبارات مستعملة لوصف خاصيات ويكيبيانات، وثالثاً نماذج البيانات التي تم تطويرها بخصوص جائحة كوفيد-19. بالنسبة للبيانات الخواص كما تشاهدون فهي معروضة بشكل ثلاثي. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر السيد تمكن من وصف صافي قيمة العبارة التي تستعمل الخاصية المعينة أو شكل عرضها إلى آخره. نماذج البيانات هم قوالب يمكننا من تأكيد الخاصيات التي يجب استعمالها لوصف نوعية من نوعيات العناصر التي لها علاقة مباشرة بكوفيد-19. بالنسبة لقواعد المنطقية، هي قواعد يمكن استعمالها لمقارنة عبارة في ويكي بيانات على شكل ثلاثي بعبارة أخرى ومقارنتهما لمعرفة إذا كانا صحيحين أو متوافقين مع بعضهما أو لا. مثلا في هذا العنصر، في هذا المثال، هناك مثلا لنفترض أن X هو زوج Y، فإن Y بالضرورة يجب أن تكون زوجة X. إذا كان هناك تعارض في هذا الأمر، فإن هيك الأمر يجب إصلاحه بالضرورة. هذا الأمر يمكن من التثبت من بعض العناصر أو إثرائها. يمكن أيضا التثبت من مقارنتها بقواعد بيانات مفتوحة خارجية. قواعد البيانات المفتوحة الخارجية يمكنها أن تمكننا من التثبت من بعض العبارات أو من إضافة بعض العبارات التي لم يتم التطرق لها في ويكي بيانات. كما يمكننا مقارنة عبارات ويكي بيانات بنصوص ورقات بحثية موجودة عبر الإنترنت، مثلا في PubMed Central، وهذا يمكننا من التثبت من صحة بيانات ويكي بيانات عبر التحليل الآلي للورقات البحثية. كما يمكننا من إضافة بيانات جديدة إذا كان الأمر ذلك ممكنا. الآن سيتم التطرق إلى كيفية استعمال هذه المعطيات حول الجائحة وطبيعة التطبيقات الممكنة لها في الحياة العملية. يُدرج معطيات جديدة من ويكي بيانات عبر دمج معطيات ويكي بيانات باستعلام سباركل. سباركل هي لغة تمكننا من استخراج بعض المعطيات من ويكي بيانات عبر إدخال بعض الخاصيات حولها. وكما تشاهدون يمكننا إخراج العديد من المعطيات بعديد الأشكال، مثلا مخططات بيانية، صور، قائمات إلى آخره. سيد حسام دقيقة لو سمحت لكي تكون يعني بقية المداخلات لها بتوقيت هذا الأصلي. طيب بعد دقيقتين ونكمل. تفضل. يمكنها أيضا تحميل معطيات ويكي بيانات لاستعمالها في تطبيقات ذكية. يمكننا تحميل قاعدة البيانات باستعمال تدابيس داونلود، أو يمكننا استعمال آلية دبليو دامبر لتحميل جوانب معينة أو معطيات محددة من ويكي بيانات واستعمالها لاحقا. تماما معطيات ويكي بيانات عمل مكتبة بايثون للغرض، وهذه المكتبة تسمى ويكي بيس انتجريتر. التطبيقات الممكنة التي قمنا بها في جامعة الصفاقس بالتعاون مع بقية المتدخلين هي لوحة قيادة حول كوفيد-19. هذه لوحة قيادة تمكننا باستعمال استعلام سباركل من استخراج معطيات حول الجائحة وتطورها في تونس خصوصا وفي العالم عموما
كما تمكننا من عرض بعض المعطيات العلمية حول الجائحة. التطبيق الثاني الذي اشتغلنا عليه هو استعمال معطيات ويكيبيانات لتحليل ومعالجة النصوص، وبالخصوص ما يتداوله المجتمع العربي والتونسي خصوصا حول جائحة كوفيد 19 عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك. كما تشاهدون هنا استعملنا أسماء عناصر ويكيبيانات حول الجائحة لاستخراج أهم المواضيع التي يتداولها الشعب التونسي في مواقع التواصل الاجتماعي عبر جائحة كوفيد 19. هذا كل شيء. في الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية لدعمها جزئيا مشروع عبر منحة المشروع بحث المدرج PRF COVID-19 D1 P1. هذه المصادر التي استعملناها للعمل والتي تحوي عملين قمنا بالاشتغال عليهما. وشكرا جزيلا لكم. يمكنكم الآن أن تطرحوا بعض الأسئلة علينا لنتمكن من الإجابة عنها. شكرا للسيدين مسعد بنات وحسام الدين تركي على هذه التقديم وعلى هذه الإحاطة الخاصة بتجربتين فريقتين في مجال مستخدمي ويكيميديا العربية. شكرا لكم على كل ما تقدمتم به من معلومات ومن معارف لها علاقة بالتدعيم والدفع للركب الخاص بالمعرفة الكونية. لأن ربما إذا لو سمحتم نظرا لفضل الوقت سنمنح دقيقتين أو ثلاثة على أقصى تقدير لكي نكون في مداخلة أخرى، وكذلك لكي تكون لنا فرص مشاركات خاصة بالبرنامج الذي هو التاريخ الحقيقة. هل من تساؤل استفهام لدى المشاركين معنا؟ وفي الحقيقة يحضرني سؤال إذا كان أمكن فيما يتعلق بهذه التجربتين. نحن نعلم أن العودة إلى المقاربة أو إلى الحق الطبي والصحي كثيرا ما كان جانبيا عن اللغة العربية أو عن التفكير والمنتج العربي في المساهمة في هذه في هذا العالم المعرفي بمقاربات عربية بإنتاج عربي وبتراجم عربية. إلى أي مدى كان أو إلى أي مدى كانت الصعوبات والمطبات التي ربما تجري اليوم الجيل العربي الجديد في تفعيل مثل هذه المعلومات الطبية الخاصة ذات اللسان العربي على وجه التحديد؟ هناك الكثير من التحديات هنا، لكن لحسن الحظ تمكن المجتمع العربي في السنوات الأخيرة عبر مشروع ويكيبيديا الطبية من اختلاف المصطلحات والمعجم العلمي الوسيط إلى آخره، من تمكن من القيام باستخراج بعض المصطلحات وتدعيمها لتقوية إمكانية عرض وتنظيم المعطيات الطبية باللغة العربية، وهذا مجهود يثمن الحقيقة. ولولاه لما كنا قادرين على عرض كل هذه المعطيات التي تتبدل وتتغير كل يوم باللغة العربية لحسن حظنا. إضافة مصعب، هل لك إضافة؟ الحقيقة بصفة بصورة سريعة مما أسهم في انتشار اللغة العربية بطبيعة الحال زيادة الوعي لدى الدارسين لغة الطب بشكل عام بأن المحتوى العربي ضعيف وبحاجة إلى إسهامات، وهذا أسهم في زيادة تحمل المسؤولية، وكما أيضا هناك وعي عربي بصفة عامة في إنشاء المعاجم ومسارد المصطلحات وبالذات مكتبة لبنان الناشئة. You are now muted. إذن نشكركم على هذه المشاركة وكونوا معنا لمتابعة بقية المداخلات التي هي حقيقية.